عز الدين ساسي ريزيدون في بلجيكا من عام 70. مشيت من تونس صار لي 10 سنين. عملنا كيف جات في سبتمبر مع صديقي توفى الله يرحمه، جيت معاه وقفوني في الحدود على خاطر قالوا لي عندك تشابه في الاسماء بما يخص الارهاب، قاعدين يفتشوا على ارهابي. ما فهمتش، ما قبلت، قلت ما دام يلوج على ارهابي. من غدوه مشيت للداخليه قالوا لي اعمل دوموند باسم السي الوزير. عملت الدوموند نتاعي، قلت هذه معناتها سيء، معناتها الحكايه تفصلت. اذا قالوا لي الداخليه طلبتني عملت. رجعت سنه، عمي توفى الله يرحمه نهار الاحد، نفس الحكايه رصدت لي عاد فاميلتي تعديت، معناتها اختي وولد عمي تعداو وانا حطوني، قالوا لي برا ارتاح. كي عاودت السل قالوا لي نفس المشكل، الحكايه ديما هي بيدها، ديما ما في شيء عز الدين ساسي وما عندهم حتى اي حاجه اخرى بخلاف الاسم واللقب، وهذا يظهر لي مش ممكن، ظلم يسمى شوي. خرجت بعد ساعتين ونص ثلاث سوايع، من غدوة عاودت رجعت للداخلية. الداخلية سألتهم قلت لهم شنو الحل؟ شنو الحل؟ شنو الحق نتاعي؟ شنو نجم نعمل؟ سي المدير نتاع الداخلية نتاع قابلني قال لي فما حتى مشكل، برر روحك وبرر ضيعة الطيارة، مش مشكل مش مشكل، قال لي خذ طيارة أخرى. يعني اللغة هذه ما نقبلهاش أول حاجة، قلت له كان تحب حتى من الجنسية خذ، لكن باش نوصل للشيء هذا والمنطق هذا من ما عادش، انا ما ولا نحب لا تدخل من اي انسان، نحب حقي بس كما يقول المصري، ما نحب حق شيء اخر. اللي عايش معناتها عمري 58 حياتي كامله في الاوروب في بلجيكا، لنهار حطيت ساقي في مركز اللهم ممكن على ورقه من على برا، معناتها معناتها اوراق. اليوم في تونس تقول يوصل معناتها بولد بلادي يقول لي راك ارهابي، ما نجمش نقبلها الكلمه هذه، ما نقبلهاش وعمري ما نقبلها. لما حال ديما بلادي قد ما نغل وقد ما نجمش نسامحهم في بلادي وما نخلي لهمش بلادي. باش تمشي في الفساد وفي العوج وفي هذا مش مقبول. وإحنا شعب ماناش حيوان. قلت له شنو هو الحل؟ كيفاش؟ قال لي مادام ما نشدوش الارهابي، مادام اسمه لقب عز الدين ساسي تجيش 200 مره، تجيش كل يوم نفس الطريقه نتصرفوا معك. هذا قالها لي في الحدود، قال لي هذه نفس الطريقه. كنت طلبتهم في ورقه اللي مثلا البروف اللي ولا جيستيفيكاتيف اللي انا
هاكم سيبتوني وانا خاتي. قالوا لي ليه؟ قال لي مناش منعطوك حتى شيء. سي با اون مانيير ايمان دي تريتي لي جون كوم دي زانيمو، معناتها سي با لوجيك. عزيزي سيسي قلت له سيس. وبعد يقول لي احنا متقدمين على على بلجيكا في الامن. ما نعرفش كان مشى السيد هذا مشى خرج من تونس اول حاجه، وكان يعرف كيفاش انا ما عندي الجنسيه البلجيكيه وعايش غادي. صدقني كي نشوف اي جون اي حاكم كيفاش اول حاجه هو يحترمك، ساعة اول حاجه يبدا بالسلام يحييك ويقول لك بعد يقول لك اعطيني واو شأن. لكن بلجيكا تونس متقدمة عليها في الحكاية هذه، مش فاهم أنا متأخر.